من داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أطلق رئيس المجلس الكاتب كرم جبر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أطلق استراتيجية بناء الوعي 2021 التي تتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وعلى رأسها التعليم وتشكيل الهوية الوطنية. بلا وطن لا بقاء للمال ولا للعرض ولا للنفس ولا حتى للدين، لأن الأديان لا تنشأ في الهواء الطلق. من يعيشون في معسكرات الإيواء من اللاجئين ممن لا يكادون يجدون شربة ماء نقية كاملة ولا صحة ولا تعليم ولا عناية، مثل هذا لا يقيم لا دينا ولا دولة. فالدين لابد له من وطن آمن مستقر. محاور الاستراتيجية التي تتخطى 20 محورا على رأسها المرأة والهوية وبناء الأوطان ستحظى بآليات عدة لتطبيقها بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. المبادرة مفتوحة لمشاركة جهات كثيرة جدا، سواء وزارات سواء وسائل الإعلام، كل أحزاب سياسية. واحنا دورنا اسمنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بنتولى تنظيم العملية الإعلامية. أنا عايز أقول حاجة، إحنا عملنا منذ أيام كانت مبادرة لا للتعصب ولقت رواج كبير جدا، وقلنا إن كل فترة هنطلق مبادرة بهدف رفع وعي المواطنين. المبادرة مع وزارة الأوقاف النهاردة الحقيقة دي بادرة طيبة جدا، لأننا هنطرق قضايا بجرأة وبشجاعة. استراتيجية لبناء الوعي 2021 تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف الخروج عن القوالب الجامدة والاقتراب أكثر من أفراد الوطن عن طريق الندوات والدورات التدريبية والصالونات، بهدف منع تكوين أي حاضنات للإرهاب أو التطرف. من مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سارة متولي، التلفزيون المصري.